مكملين معاكم الليلة دي مع ضيوفنا طبعاً الجمال اللي كانوا معانا في أول الحلقة، أوكا وأرتيجا وشحتة. ودلوقتي بقى لازم أستقبل ضيفي. ضيفي بقول لكم دلوقتي لكل واحدة بتشوفنا جايبالك ضيف تقدر تقولي له كل أسرارك، بس خلي بالك ممكن تلاقي كل أسرارك دي بعد شوية على التلفزيون بسبب شكله حبب البنات بالبلطجية. هو سيد الحواري، سيد حواري بوخارست خاصة. رحبوا معايا بالنجم أمير كرارة. طهيس هنا وطهيس هنا، ايه الجمال ده؟ الحمد لله. ازيك؟ وايه المفاجاه الحلوه دي؟ منورنا. انا ترابيزتي النهارده مليانه عمرانه. ترابيزه الليله دي عمرانه بنجوم حلوين، الناس كلها بتحبها. الناس الحلوه دي والله ربنا يخليك. مصر كلها بتحبها والله. طب قولوا لي بقى ليه النهار عليها؟ طيب قولوا لي التمثيليه بتاعت تمثيليه دي بقت مسلسل. تمثيليه مظبوط. بصوا انا عايزه اسالكم في حاجه يا شباب. انتوا بتقولوا زمان طبعا وبتروحوا افراح شعبيه، كنتوا بتروحوا افراح شعبيه قوي زمان وبيبقى فيها ساعات بلطجيه وحاجات كده صح؟ طب بذمتك ده شكل بلطجي خالص يعني هو ايه ابن البلد بس راجل شويه يعني دكر. بس انتوا في حياتكم عدي عليكم مثلا بلطجي يعني خضره كده وشعره طويل او عامل برونزاج كتير امال حته صعبه؟ بس عايز اقول لك على حاجه، هي الناس يعني فاهمه موضوع المناطق الشعبيه وابن البلد بطريقه مختلفه خالص. يعني انا برضو انا مش من حته، انا اصلا من حته اسمها الزيتون وسرى القبه ودي جنبنا يعني جنبنا انت بالظبط. المطريه والزيتون مش بعيده. الناس مش زي ما هي فاكره انه موضوع انه الشباب اللي في المناطق الشعبيه لازم زي ما بيطلعوا في افلام معينه ومطوه وسيوف ومسقف ولازم يبقى فيه علامه في وشه. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الناس كلها بتعرف تلبس دلوقتي، الناس كلها بتعرف تتكلم كويس، الناس بتعرف تتعامل. لكن انا شفت وانا بدور على حاجات ليك وكده على تويتر واحد يقول نفسي في بلطجي شبه امير كرارة. ما يطلعش عليا بلطجي كده فجاه شبه امير كرارة. لا بس هو في فرق زي ما شحته بيقول، في فرق بين بلطجي وفي فرق زي ما قال شحته دكر وابن بلد. يعني ده حاجه ودي حاجه صراحه. يعني تسيبيه في اي حته كده يحمي نفسه يحمي حارته ويعني يخاف على بيته وعلى اخواته وعلى اصحابه. يعني الموضوع مختلف تماما. شفتوا شويه حواري بوخارست؟ طبعا طبعا. بتقعدوا بقى للمسلسل وحاجات كده؟ ممكن مراتي كانت قاعده له. ما هي مراتي برضه. والله. طب كويس. بقول لك طبعا انت عارف الاغاني المهرجانات وطبعا الشباب هنا يعني غنيين على التعريف. يعني ما فيش حد بينافسهم بصراحه. طيب اغانيهم مش كتير قوي دخلت في مسلسلات، يعني دايما سينما. انت ما بتفكرش تعمل فكره جديده كده مثلا؟ يعني انت بتغني شويه في شويه صوت يعني. بص انا فكرت فعلا زي ما انت بتقولي. لا مش مطرب طبعا يعني، بس يعني عندي ودن بسمع كويس وبتاع فبقول كويس. احنا فعلا بفكر في حاجه الفتره الجايه دي. انا بعمل مسلسل لرمضان اللي جاي، انا بقول عادي لانه خلاص اتعلن عنه. يعني بعمل فكره جديده اسمها الطبال، لسه هنتكلم عليها بالتفصيل. تمام. ففكرنا برضو ان احنا يبقى عندنا فكره نروح في حته تانية شويه. يعني ممكن تبقى انت تقوم بجو ده ولا ممكن تعتمدوا على فرقك بجيب لكم عقد اهو بظبطكم؟ لا ان انا اعمل ده بصراحه هيبقى صعب عليا. يعني صعب مش هعرف اعمله طبعا. دي منطقتهم هم نجوم فيها محدش يقدر يجي جنبها. لكن ممكن مثلا لو هم على دماغي لو رضيوا يعملوا حاجه زي تتر المسلسل بتاعي. ايوه يعني الجو ده يا باشا احنا بطوله اساسا. عيوننا طبعا حاجه
شرفنا اكيد يعني. يعني انا بجد هكون من اسعد الناس لو فعلا لقيت مسلسلك جاي باذن الله ويكونوا هم معاك يا ريت طبعا في التتر او جوه المسلسل. ده شيء يشرفنا. او انا انا هاخد نسبه من العقد من النص. جابت لكم شغل اهي، جابت لكم شغل. بص انا هقول لكم بكل صراحه، الهدف دايما من الفقره دي مش انكم تحبوا بعض. ابدا يعني ابدا، دي مش هدف فقرتي، بتطلع كده بس مش ده الهدف ابدا. بيبقى دايما عندي مسابقه ودايما بتبقى لعبه. اتفضل هحاول اشرح لكم اللعبه هناك. بلالين دي ولا ايه؟ مش بلالين. ما تبوظوليش اللعبه. دلوقتي كل واحد منكم هيقف قدام الكلينكس ده. المطلوب ان انتوا تفضلوا تطلعوا الكلينكس، طلعوه مو عادي يعني، اعملوا ده يعملنا و... يعني على الارض ولا طلعوا. لا خلص عايز اخر واحد اللي هيطلع طبعا اخر واحد مش هيعرف يطلع الكلينكس ده هو اللي خسران. طب انا فين؟ واللي نطلعه من ايديه؟ اللي نطلعه نمسكه في ايدنا ولا نرميه؟ ارموه بقى انتوا. المهم انت لازم تفضي العلب دي. لازم تفضي العلب دي. ده ايه ده؟ عايز صوابع دي. عايز نشال. تمام احنا كده تمام؟ جاهزين يا جماعه تبتدوا تلعبوا؟ جاهزين. يلا واحد اثنين ثلاثه. والله هنا قلت لك شارع اوكر انا بقى الاستوديو. انت قلتي يا ابني هناك اهو. يا ابني اهو. لا لا انت اخر واحد مش هيقول. تعالى جنبي شجع انت بقى كده. دي اول لعبه. اوكي نبتدي بقى هنا. انا بنقي واحد واحد. اللعبه دي ايه يا جماعه؟ دي كوبايه الليله دي. دلوقتي انتوا الثلاثه اللي بايده كوبايه الليله دي. الكوبايه دي عايزين نبتدي نحطها. هنحط كده بالظبط كده لحد ما يتقلك شو يعني لحد ما الكوبايه دي تبقى فوق. شحتها تمام للشقه ده. تمام ابدا استاذ. لما اقول لكم اوكي ابتدوا. تعالى جنبي هنا كده. تعالى نشوفهم بعين الحسره. جاهزين يا جماعه؟ اتنين اتنين ولا كوبايه كوبايه؟ لا مش كوبايه كوبايه، ما ينفعش اتنين. هيعمل اتنين واتنين وهيعتبره هو الاخراني. ايوه لازم تشيل واحده واحده. المهم تطلع واحده واحده. ظبطوا نفسكم كده. سيبهم كده. جاهزين يا جماعه؟ يلا واحد اتنين ثلاثة. افتكر مين اللي هيطلع من اللعبة دي؟ ارتيجا معدي جامد. ده مين شكله ناوي يطلع من اللعبة؟ ايه ده؟ ايه ايه ايه؟ شوية شوية على فكرة. لفوق لفوق شوية شوية. لا 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 لا. شحتة غش. شفت غش. لا كنت خمسة خمسة على فكرة. لا شفتك كنت بتاخد خمسة خمسة. خمسة هاريس يطلع بره. شفت يا جماعة ولا خمسة؟ تعالى جنبي. تعالى هنعمل ايه بقى؟ عايزة ايه بقى؟ ده نهائي رائع الحقيقة بين أمير وأورتيجا. طيب الآخر حاجة اللعبة هنا. العلبة دي كل واحد ليه فيها حاجة، يعني العلب دي فيها حاجة. مطلوب منكم هتمدوا ايدكم. أنا مش عايزاكم تشوفوا العلبة فيها إيه. لا يعني يعني هنفتح دي ون... لا 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 ما ينفعش، هي مفتوحه. هتحط ايدك وما تبصش في العلبه. انا اللي كسبني. انا مش عارف. وجيب لي قوم يا وهتجيب لي الحاجه اللي في العلبه دي هتطلعها لي. ده فيها ايه؟ ما اعرفش بقى فيها ايه. الحمد لله انك خسرت. عايزك تحط ايدك على العلبه كده وتقوم حاطط ايدك وتطلع لي حاجه من العلبه. لا انا لازم اشوف فيها ايه. لا ما ينفعش. ما هي اللعبه ان انت لا والله هعلم عليكم الناس. انا بقول لكم فيها حاجه ما تعرفش يعني. يمكن تكون حاجه كويسه يمكن تكون حاجه وحشه. ماشي يلا تمام. ايه رايكم يا جماعه؟ يلا. انا قلبي دليلي. ايه قلبك؟ لما تقولش انت بس انا حاسس بحاجه بتلعب جوه. ما تقولش حاجه. انا حاسس بحاجه بتلعب جوه. في زبعبع. جاهزين؟ عايزك تقول قوي قلبك عشان لازم تكسب. لا لا ما ينفعش. خلاص هنشوف. يلا هنبتدي يا جماعه. يلا واحد اثنين ثلاثه. حط ايدك. يلا اتفضل. يا رب يسلم. والله يا رب اسمع منك. والله ما ينفعش تبص. ما ينفعش تبص. يلا حط ايدك على طول. حط ايدك على طول. حاجة بسيطة خالص. حاجة بسيطة خالص. ده فيها ايه بقى كده؟ فار. الله فار. انت خايف من الفار. ده كان فيه تعابين. ده انا قلت تلاتة يعني طلع فار. ده طلع فار. وهنا كان فيه طب ده عسل. يبقى اللي راح معانا امين كارا. فين بص؟ مش عايز فار. لا 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 امير امسك فار بايدي.
يا لهوي. لا بس الفيران دي تمام ما بتعملش حاجه. ما احبهمش فيران. والله انا قلت تعبان. قلت له مستر تعبان وانت خايف من فر. انت هتمسك فر. بما انكم يعني نهيتوا الفقره دي بفوز امير كرار عليكم الحقيقه. طبعا. ففي مجال واحد تفوزوا عليه يمكن شويه. شويه ده اكيد يعني. شويه في لعبتهم يعني. تنهونا الفقره دي كده باغنيه مش الاوكا ارتيجا بقى او شحته. الاستاذ احمد عدوي. يلا يلا. ايوه. عشان كده بحتاب شو يا محلى ما لقيت تحت جاب شو طارق عشان كده بحتاب شو يا محلى ما لقيت تحت جاب شو عكشو ايوه طنش هو ده انا شو ما تقلش سبع سنين شو ما تقلش وسبع سحاليل استلحلحناهم من عند البست لحلحين تقدر يا مسحلح يا بست لحلح بست لحلح لنا سبع سحاليل زي ما استلحلحناهم من عند البست لحلحين طارق عشان كده بحجب شو يا محلى ما لقيت لحم جاب شو طارق عشان كده بحجب شو يا محلى ما لقيت لحم جاب شو ايوه طنش هو ده نكشو طنش اكشو ايوه ما تقلش وسبع مجاص استبق مجمه من عند المست مجمين تقدر يا مجمج يا مست مجمج استبق مجمنا سبع مجمين زي مست مجمج ماهو من عند المست مجمج يا محلى ما رأيت تحت كبشو الله جبت استمجمجمه حلو ده بس انا همشي هي دي فكره شكرا ليكم حابين نشكر اوكا وارتيجا والشحته على وجودهم في برنامج الليلاتي يا ابني سقف ولا اعمل اي حاجه سقف انا قاعد اهو يا ابو ارتيجا وتقدر تجيب لنا بريك نتبرلكناهم من عند المتبرلكين هنطلع بريك ونرجع مع امير كرارة ما تروحش في اي حاجه لوحدي بقى صفاتي بيا